طلعنا من المدرسة تقريبا 6 بالصف، وطلعنا على البلد أول شيء، بعدين على أوفر. فهناك يعني كانت المواجهات كثير عنيفة، كنا لورا شوي، وكانوا الجيش يطخوا بس مطاط وغاز. بعدين دخلنا لجوا شوي، صاروا زاد الطخ وهيك، وكنت أنا في النص هيك مبين لجنديين عند البيت اللي كانوا فيه، وكانوا الكل بتحرك إلا أنا. فهو سمعت صوت الطخ، فمشيت هيك شوي لجوا، بطلت مبين ورجعت، يعني حسيت شوي هيك جوا هيك سخن، فمشيت لعند الإسعاف، والإسعاف كانت جاية لعندي وكلهم بيحكوا دم وتصاوب تصاوب، فأجا واحد حملني من ورا وحطني في الإسعاف. بلشوا يسعفوا في الإسعاف، لما وصلت على المستشفى ودوني على الطوارئ أول، وبعدين على العمليات. وبعد العمليات نمت. وقديش قضيت بالعمليات؟ قالوا لك قديش الفترة؟ كله تقريبا 3 ساعات. 3 ساعات. وقديش البعد بينك لبين الجيش؟ قديش بتتصور كنت؟ كان تقريبا 60 متر. 60 متر. وكم من شخص كان وقتها معك بالمنطقة؟ يعني كم من شباب؟ حوالي 70.